قلت لكم ديروا النيه، ديروا النيه معنا احسن، بدلوا شويه العقليه ديال الشعب المغربي. الكره سي ليفيكاسيتي، ديما كنقولها كنت كنقولها في الوداد. اليوم ماشي درنا غران ماتش بالحق، قلت لكم الرجال الدراري باغيين يتقاتلوا، صبرنا اون بوكو كوري بوكو ترافاي، عندنا بزاف الدراري اللي مبليسي لعبوا مبليسي، حكيمي مزراوي بونو شفتوا ما بداش، عندنا سايس الكابيتان عنده نكوت داي كيتقاتلوا. هادشي اللي قلت لهم، هادشي اللي باغيين المغاربه والشعب، باغيين نشوفوا الدراري على ايماج دو بي غير يساندونا يثقوا فينا. ان شاء الله الخير بحق ما درنا والو الصراحه، اون 4 بوان غنشوفوا الريزلتات ديال لا كرواسي اليوم. اللي مهم ان شاء الله هي ندوزو نديروها، اي با فولا ريكوبيري باسكو انا بوكو دو فاتيغ. بونو كيبقى بونو سي كومبليكي، حتى الدراري شفتو زياج قال لي في الاخر حاس بشي حاجه، غنشوفوا واش ليفيكتيف يقدر بالحق. انا تايق في الدراري كاملين اللي غيدخلوا غيتقاتلوا. شكرا وليد، شكرا شكرا. فرحانين بزاف بحال اللي قلت انت، لعبنا مزيان، بغينا نلعبوا بالروح بالكلشي، عطينا كلشي باش نفرح السوبورتاج، يفرحوا كل مغاربه الملك كلشي فرحان، لعبنا مزيان بزاف. كيفاش من الان المنتخب الوطني المغربي لعب بالروح، تبعنا بان بعد الرفض ديال الهدف الاول ولكن بقيتوا حاضرين بقيتوا واقفين، احتاجوا جوج الاهداف اللي عطاو انتصار الفريق الوطني. ايه بحال اللي قلت، لعبنا بالروح، لعبنا بالقلب، عطينا كل شيء باش اليوم نربحوا. لعبنا درنا مزيان لا بريباراسيون، الكوتش قال لنا شنو خاصنا نديروا باش ان شاء الله نديروا 3 بوان بحال اللي درنا، و وبقينا مزيان في الماتش ودرنا لي دو بيت كي اون افي اون اي تري كونتون. اللقاء الاخر القادم امام منتخب كندا، الربح ان شاء الله غادي يعطينا التاهل للدور الثاني. دابا خاصنا نفرحوا شويه، نديروا مزيان لا ريكوبيراسيون، نشوفوا شنو غادي يديروا دابا هما اللاعبين، ومن بعد غادي نشوفوا باش نربحوا ان شاء الله نديروا لا كاليفيكاسيون. نعم عادل، يحضر معنا احد نجوم هذه المباراه حكيم زياش. حكيم كونغراتوليشن، يو ديزيرف تو وين، يو ديزيرف تو وين ذا بلجيوم وان اوف ذا بيجست تيم اون ذا وورلد. Yeah, I think we deserve to win. I think we played a really strong match as a team, and we never gave up. And you know, we didn't give a lot of chances away. And we knew when we were supposed to score the first one, we don't give the game away. And I think from the first moment, I think we didn't really been in trouble. And you know, we should continue like this. Yeah. How did you find the excellent atmosphere? Well, maybe 40,000 fans from Morocco. I think it was amazing for everybody. I think it's a historic evening, and let everybody and the whole country enjoy it, and we as well. تبارك الله عليك، شكرا شكرا حكيم. شكرا لك ومبروك علينا كاملين، الحمد لله احنا المغاربه. كنبغي نشكر الجمهور اللي ساق فينا وشجعنا اليوم، الحمد لله دخلنا باش نحققوا نتيجه الانتصار، الحمد لله هادشي اللي تاثر علينا. كنبغي نهنئ اللاعبين والجمهور المغربي كامل.